امبارح فقط على خبر وفاة جدي اللي سوينا معه اجمل فيديوهات. رسمنا مع بعض، رسمناه، كاسرنا، ورسمت على عكاسته، واول واحد كان بينبسط بشي برسمه. ما بعرف كيف بدي اوصف لكم شعوري، بس صدقا بس يمت لك حدا قريب منك كثير بتحس بشعور مؤلم، وبعرف كمان انه انتم كثير حبيتوه. بتمنى من الكل يدعي له بالرحمه. وهذا سكتش سريع بهديه لروح جدي المتوفي. بحبك جدي.